ذكرت تقارير صحفية إسبانية الأربعاء اليوم أن العديد من المقربين للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قد عرضوه على فريق برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه. ووفقا لصحيفة إس الإسبانية، فإن صلاح قد يكون البديل المثالي في حال تعثر انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني للفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وتداولت العديد من التقارير الصحفية أخبار رفض جريزمان للانتقال إلى البارسا وأنه يفضل البقاء في أتلتيكو. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن العديد من المقربين لصلاح قد عرضوه على برشلونة وأن هناك مفاوضات بين الطرفين. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة لقاءات قد تمت بين أشخاص مقربين لصلاح وبين مسؤولي النادي الكتالوني. وقالت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول على استعداد لبيع صلاح على الرغم من أن الريدز سيطلبون أكثر من 100 مليون يورو، خاصة وأنهم اقتربوا من التوقيع مع نبيل فقير لاعب ليون فرنسي. وإذا تمت صفقة فقير فإن البارسا سيتحركون للتوقيع مع الفرعون المصري. واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها قائلة أن صلاح أفضل بديل لجريزمان، خاصة بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وتسجيله 33 هدفا خلال الموسم. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.